وش خلفت نوقف هنا؟ ايش اللي خلاك توقف لي؟ انا ومن انت؟ انا كنت البيت اللي كنت سوى كنت سوى نفس اللي كنت تسوى شفتك شفت رايات البيت وراه والتوقف سواك ما ادري سكر مطعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قل الله أعوذ برب الفلق. قل هذا بعد ما تخايب. وش الحمد موت موت الموت المميت صدق. قل الله علي شديد. يا عدي وش أحوال بعد يا شباب؟ تمام الحمد لله. وش الأول عليك خوش عافية ها؟ وتروس؟ والوال عليك ولي رج خلي نزل. مادم يا وش القعدة دي؟ لا سيجارة لا شاي لا شيشة لا شي نكل. صدقون يا شباب وين متروح والله بنشوف الصبيان يلعبون براكم احنا كان مشاهدين زعيم هلا ابو نجيم فريق شكله راهي باين عليه خلنا نشوف الحين شلون منا وقت هو هو وشال خونا لكن اخذوها منه وانا ابو شرار اخ عدمنا الله يعدمه الله ينعله صدق هذا هو اللي عدمنا صدقني هم لكن تجري الليلة عليه راحت عليه الليلة ما يفوت خلاص
سوايا ذا شو شو ما حد جوده يعني عيالكم تخيط مع الأمور أكل أخذ ده. استوى الوقت، شوف مكان للسماء. اسمع اسمع نحن هنا تشكح حط لي الباب انا سمعتي صوب الباب يلا بس بسرعة لا بحمام ملعون بعد بسيطة غير رغبة لا خلنا نخلص شغلنا أول تعالي نتفرغ لحمام نحمي المنطقة الله خليني أقوم قوم يا طيب اسمع رح هناك وشو تحصل شو تحصل لكن هنا اوكي زعيم زعيم حصلت شنو الأول مهم حصلت شي هناك لو لا عجوب شو العادة لهني فعليت بس ولا قلت لك عنه حصلتي شو لا شو لي نعال مالي ما في مهم ولا وارتي ما خلت حمام ما خلت مرحب ولا وارتي ما حصلت هدول يلعن في المن في اليوم حامض الحين ما في وقت أنا بسرعة نمشي يلا يلا أنا بسرعة نمشي لا جاهد هذا الشلاء اللي معي مطاطي تبوها سحلة ولا يعجز من سعيد يلا عشان مع الناس عيد والله بلا ريت مشحونة ملعون
بيضه شايل لي بيضه تشفعنا بيضه وين ما عاشر منك انت وشون عليك وشو في شاف وشو في شاف باي باي كل ما مش هالحاله جنجل فقال لي مشحون هالملعون لي وشو مسوي بعد ما صخر لي شيء الفارسه انا عم شاكله شو نسوي احنا شو نسوي واجه واجه شيل شيل حصلنا ما نبغاه شيل شيل روح روح شيل هذا طوف لحظة المكروبات اي مكروبات طوف طوف الدم طوف الدم احس بيه الله البطن البطن فضحنا صدنا عدمنا عدم الريح اللي عليه تكينا مني الله ينعليك عشان تنطفع عيونه والله شي كسرنا تكسير مال هالوصاخة لو في المخر ما قلنا بشي اسمه خزون ملوش قم على البيت ألو مين؟ هلا 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 شو أخبارك؟ باجر تطلع؟ أوه زين 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 بس باكر انا اجيك اجل هنا باخذك في الجنكة بس وبالمكان عارف اني لا ما تبدل ما تبدلون بس صار اوكي من هذا؟ هذا الحوت هذا واحد من اشتغل وياه بس راح يبلغ يعني من الشغل لله بخبرك له بس يعجبك يا اسمه الغضب والله من اسمه ها الغضب متى نزلت عرفنا عليه متى بنشوفه ده يجيك هذا بيطلع الله يستعين شواكتنا عنده ونتعرف عليه ابو غضب هذا ما نصير عقب بلاوي سواه بلاوي هذا والله الوضع بس فيه يعني بعض يعني في واجب واجب ذكي فيه ولد بقول به فيه يعني فيه فيه عنده مخ يشتغل إيه ده اسمه أبو غضب أكيد إيه نشوف نعرفه باجب نشوفه باجب Thank you.
هلا الحال الله وين 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 رديتي شلت خلاص شلت كنا نسوي خبرات بس خلاص واحد راح واطلع نوصب جاي نوصب جاي وبعد شو الأخبار تمام ستينجو شو السالفة مالك انت؟ ايه مالي مالك لولا عرفناك على الشباب الحوت والمعن عليك حبيبي ابو نجم ايه اركب على الاسم اركب على الاسم هلا ابو غضب نعم فيك والله انا بحالك وطالع من السجن القضايا اللي تعرفها يا رابع اخش اكلم الاجهية ما يفهمون شيء دوي يفهمون يعني عرفت ان الاطرام ويدر اشجاع وانا بعد خوافي شكله جسمي على نور جسم واحد عرفت بعد شغلنا شلون معك المضاهم معك المضمون بين عليهم تشوفون قول شاي جيب الجاب نجيب صب صب زيبه بعد شوي زيبه زيبه شاي زيبه زيبه هاي النور هاي من البداية خذ 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 شاي خذ شاي ما سويت بسألك وانا بودينا هذا انا بحضن انا بودينا تصلين زين شوفوا شوفوا مصخة ساعة عند احنا طوي وها بس راح يتلي قدام خلص البترول لا ففي ابنه بس فقالوا ولا بتنقلع انت احنا بس وراك وراك تقوم وراي قوم ولا بتولي شو محل محل وين وين يعني محل وين ندوي محل فين تود تود السيارة سيارة تبت ودي يلا 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 انقلع انقلع صدقنا أنا أبو غضب مالك أنا فكرت اهتم عن السوالف طلع حتى سمعت ابن الكذب أنت فكر لكم لفوضة جديدة وصار لا أبو غضب كان اتصال قبل شوي اللي هو أحد ما نصلح شنو نصلح كله مصدق إن شاء الله أنا وانت أنا هذا الأخير على الدرج نازلين عندك مخت يشتغل بعد المهم مكان اللي ما راح نصلح فيه بيكون هنا عرفنا صلح الدوش يلا يلا خلص خلص يا الله قابوع يا الله ها شباب هلا يا بابا خلاص خلصنا خلاص اكيد وشيكتها ما بترجع ترجعني لا لا فعليه
ما اعطيك حسابك اللي قاس انت نخاب الفان. حاصل اتصال الأهم. جاء تعال 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 أبو يوم جوك أحمد ستلات زيني لوه من أحسن ما يكون جبتش لاحين أبو ما لاختار اتصال إيشي لأن رسيبك ما كلش خطي كلش كان عضون الكارت ما ليش اوكي عشقهم عليه لو شو تمام اقول ما اختار مش حلاوته لا كل قنوات رافعين عدل سعرهم زين اي زين خاص مخارج صل لهم وجون ما يتاخرون بعد لا صل لهم الحين يجون بعد ساعه بس اوكي كيف يلا ما بصير الو هلا بيك بنصلح الدش ها ما عدنا مجال كلش ما عدنا مجال واجد شغل شامي بغلقنا ما في مشكلة باكر لحظة مجرد باكر اي باكر باكر في مجال باكر منجيك ان شاء الله عصر كذي اي العصر منجيك ان شاء الله ان شاء الله ما في مشكله خليك بارد ها بس لا تنسى لنا الجو حار شوي ندور بسوت شاي اي لا احنا مو قصدنا بس الجو حار تعرف حياك الله بس باسل عندك احنا ان شاء الله والله عقب الاتصال المهم طموح الهدف وصلنا على الباب نفس المكان مكان جميل ايه نحن على الباب تمام يلا يا شباب صدقوني يا شباب ما تجدوا داخل الشليه. ها ولا في قناه تطلع كلش زين حواش الحال الله يسلم طلع شعار كلش هذا من فوق هذا مو من هنا فوق الدشه في الصدر بس من الصحن مو من هنا مو من هنا مو من هنا هذا من الصحن لحظه شوف ما يشعر حتى مو ما يشتغل هذاك متكسر طالع عمر خراب بعد طالع تفتيك كان عنده واحد داخل لحظه بحواجيله شوفه يشوفه جيب فتاره بعد في شيء يس
هذا الرماد جديد. لا اقول له ايش شوف هذا فرش شيء انا عارف شيك شوفه لا علي الحين شوفه شوف ما في فايده هذا من فوق ما طلع شيء خلي شبكي من فوق يا الله من فوق هذا مثل قبل ما هيا يلا طوف يلا جاب يلا في داك يلا هيا يلا شو الحياه ادش الخراب اوه هذا هو ها طالع شلون طالع عدمان هذا بلا شغله جايب حاله وشوف يعني هو ركبت الدرج نعرف انه خراب احنا عرفنا من ركبت الدرج انه هذا بلا شغله بلا شغله اذا اخي شغلتك لا يلا شوف شغلك عرفت شوف هذا بعد مكسور هنا وهذا وين الواير ماله اشوف روح جايك من هناك يصب الواير روح شوفه من وراء دقيقة روح شوف الواير طبعا من اللحية وبتكون انت وانت حاسون تحت يصاب الواير بعطيك اشاره انا من فوق ما شك يعني نعطيكم اشاره اذا شفتوني ايدي طالعت بازين وهادي يعني طلعت ما ابغى اشوفه